Hello everybody، مرحبا بكم إلى درس جديد. والدرس هذا خفيف ولذيذ وجميل حقيقة، ولا يعرفه كثير من الطلاب. ودرسنا هو على الآ والآن. بعد ما يدرس الطالب كيف يعني يستخدم ضمائر الفاعل، وهي I وهي وشي وإت يو ذي وي، يلاحظ أنه يحتاج أن يستخدم أحياناً إما أو آن في الجملة، ولا يعرف ما هي الآ والآن ومتى يستخدمهم. إذن درسنا هو ينقسم إلى شقين. الشق الأول، ما هي الآ والآن؟ الشق الثاني، متى نستخدمهم وكيف نستخدمهم؟ الآ والآن، للإجابة على الشق الأول، ما هو الآ والآن؟ الآ والآن هي أداة نكرة. قرأتها يا أستاذ مراد وسمعتها، مش فاهم إيش معنى أداة نكرة. أداة نكرة يعني غير موجودة، هي يعني لو تترجمها إلى العربي هي غير موجودة في اللغة العربية. يعني لو أنت تترجم هذه الجملة It is an apple. It هو أو هي لغير العاقل أو للجماد والحيوان، يكون أو هي تكون تفاحة. لو نركز أن الآن ليس لها ترجمة، أو أيضا في هذا المثال It is a pen، هذا يكون قلم. كل شيء له ترجمة، إلا الآن والآ ليست لها ترجمة في اللغة العربية. لماذا؟ نحن يعني في اللغة العربية لا نستخدمها، ونستخدم اللي هو عكسها. ما هو عكسها؟ عندنا اللي هو ألا التعريف ذا. بس قبل ما ندخل إلى ذا، هذه الآ والآن هم يعني يخبروك أنه إذا أردت أن تستخدمهم فأنت عليك أن تستخدمهم قبل الأسماء اللي أنت بتذكرهم لأول مرة أو غير معروفة عند الناس. يعني واحد يقول وضح لي أكثر، يعني إذا أردت أن تقول مثلا جملة هذا كتاب، هذا قلم، هذا رجل، هذا بيت، تلك شجرة، هذه العبارات مثلا، أو أنا رأيت رجلا، أو أنا قابلت امرأة، أو أنا اشتريت سيارة. سيارة وامرأة وشركة، كل هذه الكلمات أو هذه الأسماء أنت ذكرتها لأول مرة، ولا يعرف السامع ما هي هذه الشجرة أو السيارة أو المرأة أو القلم، أيا كان لا يعرف. أنت تتحدث بشكل عام، يعني أنا اشتريت سيارة، سيارة مثلها مثل ملايين السيارات الموجودة في الحياة أو في العالم. فعندما تذكر أنا اشتريت سيارة أو هذا كتاب أو هذا قلم أو هذا، فتستخدم إما الآ وإما الآن، وسنتحدث متى نستخدم الآ ومتى نستخدم الآن. لكن ما زلنا نتحدث متى تستخدم الآ والآن أصلاً، يعني ما هما؟ قلنا هم أداة نكرة عكس أداة التعريف. ما هو التعريف؟ أداة التعريف تكون عادة بالذا. ما معنى الذا يا أستاذ مراد؟ الذا يعادلها في اللغة العربية ال، ألف لام. عندما تقول الكتاب، أنا اشتريت كتاب غير أنا اشتريت الكتاب. طيب ما الفرق يا أستاذ مراد ما بين a book و the book؟ الآن وصلنا لهذه المرحلة يا أستاذ مراد، أنت وصلتنا إلى هذه المرحلة. متى أقول a book ومتى أقول the book؟ هذا معناته كتاب، وهذا يعني باللغة العربية الكتاب. ممتاز. طالما وصلنا لهذه المرحلة، هذه أنت تذكر هذه، تستخدم هذه أبوك آ ولا آن عندما تذكر الشيء لأول مرة. يعني عندما تقول كما أخبرتك هذا كتاب، هذه سيارة، هذا كذا. طيب متى أستخدم ذا؟ الذا هذه تستخدمها عندما تذكر الجملة التي تليها. يعني مثلا لما تقول هذا كتاب This is a book، ثم الجملة التي تليها The book، الكتاب جديد، الكتاب جيد. واحد يقول وضح لي أكثر يا أستاذ مراد، أنت عندما تقول أنا اشتريت سيارة ستقول
I bought a car. A car. لماذا لم تستخدم ذا؟ لأنه السامع لسه مش فاهم يعني أي سيارة. أنت تريد أن تقول أنا اشتريت سيارة، كتاب، اشتريت منزل. هذا الكتاب والسيارة والمنزل للسامع أول مرة أنت تذكره. طالما أنه أول مرة أنت تذكره ولا يعرف السامع ما هو هذا الشيء، فهو يعتبر بالنسبة لهم نكرة. والنكرة تستخدم له إما أو إما آن، وسنتحدث متى نستخدم الآ ومتى نستخدم الآن. إذا باختصار، عندما أنت تذكر الشيء لأول مرة والسامع لا يعرف عن ماذا تتحدث، ستستخدم الآ أو الآن. أما إذا كان السامع يعرف عن ماذا تتحدث، فأنت ستستخدم الذا. فأنت مثلا في مثال تقول مثلا This is a book. نفترض هذا يكون كتاب. الجملة التي تأتي بعد هذه الجملة تقول The book is good. والله الكتاب جيد. لماذا استخدمت أنا هنا The book؟ المفروض يكون طبعا كابيتال لأنها جملة جديدة. The book is good. لماذا استخدمت أنا ذا؟ لأنه قد ذكرت الكتاب بالجملة التي قبلها، فيحق لي أن أستخدم الذا، لأن السامع الذي أحدثه أصبح يعرف عن ما أي كتاب أتحدث. لكن خلونا نأتي بالعكس. أي شخص عندما لا تذكر هذه الجملة الأولى وتقول له The book is good، قد يقول لك أي كتاب، ستصبح ترجمتها الكتاب جيد، السيارة جديدة. أي شخص ستقول له هذا الكلام سيقول لك أي سيارة، أي كتاب. يعني أنت تحتاج في الأول أن تعطيه كذا جملة أو جملة على الأقل لتعرفه عن ماذا تتكلم. يعني أنا الآن لو جيت أخبرتكم وقلت لكم الرجل طويل جدا، على طول أنتم قد تقولون أي رجل يا أستاذ مراد. لكن ركزوا معي، لو قلت لكم أنا قابلت رجلا في الشارع، أنا قابلت I met a man، أنا قابلت رجلا مثلا in the street في الشارع. جميل، أنا قابلت رجلا في الشارع. أنا لأني أذكر الرجل لأول مرة استخدمت له a، فأصبح يعني الآن هو بالنسبة لكم نكرة، أنتم لا تعرفوا هذا الرجل. لكن بعد ما أنا ذكرته في جملتي أصبح معروف عندكم، ويحق لي في الجملة التالية أن أقول The man، الرجل هذا الذي ذكرته أنا الذي قابلته في الشارع. The man، ما له الرجل هذا؟ is مثلا very tall، طويل جدا مثلا. يعني إذا عندما تذكر الشيء لأول مرة عليك أن تستخدم a أو an. أي اسم تذكره لأول مرة عليك أن تستخدم a أو an. عندما تذكر الأول مرة تستخدم أو آن، ثاني مرة عندما تريد أن يعني تواصل حوارك تستخدم الذا وهي تعني ال. أتمنى أن يكون الشرح وصلكم. الآن بعد ما عرفنا يعني ما هي الآ والآن، هي تستخدم قبل الأسماء. طيب الآن يتبقى أن نعرف يعني متى نستخدم الآ ومتى نستخدم الآن. خلاص احنا عرفنا أن نستخدمها قبل الأسماء اللي أول مرة بنذكرها وغير معرفة للسامع، أي للشخص الذي أحدثه عن لا يعرف عن ماذا، يعني لا يعرفهم، المفروض أن أول مرة يسمعهم مني، فلذلك أستخدم آ أو آن. طيب متى أستخدم الآ ومتى أستخدم الآن؟ ركز معي، هناك 5 حروف معروف في اللغة الإنجليزية أن اسمها الحروف المتحركة وتسمى vowel letters. الخمسة الحروف هذه هي A, E, I, O, U. تحفظهم، لابد أن تحفظهم. هذا ممكن تقريبا من الحروف التي لا توجد كلمة في اللغة الإنجليزية تقريبا إلا لابد أن يوجد أحد الحروف. يعني انظر إلى الكلمات اللي موجودة أمامك، هذا حرف متحرك، هذا حرف متحرك، هذا حرف متحرك، هذا حرف متحرك. I, U, A, O, A, E, O. انظر براحتك ستجد لا توجد كلمة، حتى يعني أصغر كلمة اللي هي is فيها I، لابد أن يكون هناك حرف متحرك. وأنا تحدثت مسبقا أن البعض يعتبر أن الواي حرف متحرك، لكن بالأخير اتفقوا أنه غير متحرك. عشان كذا تجد كلمة buy لا يوجد فيها حرف متحرك.
الواي يعتبره حرف متحرك. ما علينا، نخرج من هذا الموضوع ونرجع لدائرتنا وهي الآ والآن. القانون أو القاعدة تقول في اللغة الإنجليزية إحنا بنستخدم الآ والآن قبل الأسماء، اتفقنا؟ جميل. إذا كان هذا الاسم مثل أبل التفاحة، إذا كان الحرف الأول، الحرف الأول من الاسم أحد الحروف المتحركة الخمسة التي تحدثنا عنها، تضع قبلها آن. وإذا لم يكن الحرف الأول من هذه الحروف تضع آ. أعيد مرة أخرى، في كلمة أبل لاحظ It is an apple، هذا الحرف الأول يعتبر أحد الحروف المتحركة، ستضع آن. أيضا It is an egg، أبل تفاحة وإج بيضة، الحرف الأول أنت فالأول هل هو من الحروف المتحركة؟ نعم، الإي هو من الحروف المتحركة، إذا تضع قبلها آن، والإي من الحروف المتحركة تضع آن. طيب وإذا كان ليس من الحروف المتحركة، البي ليس من الحروف الموجودة الخمسة، إذا تضع آ. العملية بسيطة ليست صعبة. أيضا في كلمة بوك البي ليس من الحروف المتحركة فوضعنا آ. إذا عملية بسيطة كما لاحظتم، متى تستخدم الآ متى تستخدم الآن. إذا بدأ الاسم بحرف متحرك نضع آن، إذا بدأ بحرف غير متحرك نستخدم الآ. العملية بسيطة. طيب هل هذا كل شيء يا أستاذ مراد؟ تقريبا هذا كل شيء، ولكن تبقى بعض الملاحظات التي قد لا يركز عليها الطلاب. تعالوا نقرأ يعني باللغة الإنجليزية، وأريدك أن تتعود ولو كنت حتى في المستوى الأول، أريدك أن تتعود كيف تفهم الشرح بالإنجليزي. حتى لو كنت أنت الآن في مستوى أول ومستواك ضعيف جدا، يا أستاذ مراد أنا لا أفهم هذا الكلام لما يكون شرح باللغة الإنجليزية، معلش اسمع كلامي وجاريني، وستجد أن نفس الطريقة هذه ستجدها في شروحات أخرى، ونستخدم نفس الأسلوب مع تغيير بعض الكلمات، صدقني ركز معي. يقول الشرح هنا، شرح القاعدة تبع الآ أو الآن، we use، نحن نستخدم الآ والآن before. ما معنى كلمة before؟ قبل. نحن نستخدم الآ والآن before. صحيح أنا قلت لكم اسم noun، ولكن هناك شروط، لابد أن يكون singular مفرد، countable معدود noun. نعيد الترجمة مرة أخرى، يقول لكم نحن نستخدم الآ والآن قبل الاسم المفرد المعدود. يعني صحيح أنه بنستخدم إحنا الآ والآن قبل الأسماء، لكن هناك شروط أن تكون مفردة يعني مش جمع، ولابد أن تكون معدودة. واحد يقول معدودة كيف يعني يا أستاذ مراد؟ يعني قلم قلمين ثلاثة أقلام هذه تنعد، كتاب كتابين ثلاثة كتب هذه تنعد، شركة شركتين ينعد، رجل رجلين معدود. لكن مثلا ملح، الماء، العصير، يعني هذا لا ينعدوا، لا يستطيع أن يعدوا. طيب إذا كان غير معدود كما قلت الماء والملح، لا تضع لا آ ولا آن. طيب وإذا كان جمع أيضا لا آ ولا آن. لذلك هو قال أيضا هنا we don't use، هنا we use نحن نستخدم، use معناتها نستخدم، ثم نفى هنا قال we don't use، نحن لا نستخدم الآ والآن before قبل واحد، البلورال الجمع عكس السنجولر. اثنين، لا نستخدم الآ والآن قبل الأدجكتيفز الصفات، ما نضع لها لا آ ولا آن. ثلاثة أيضا uncountable noun، الأسماء الغير معدودة، هنا countable معدود countable، إذا أردت تنطقها countable، نفيناها بكلمة un، uncountable غير معدود، إذا countable معدود وأنكاونتبل غير معدود. إذن بكل بساطة نلخص الموضوع، أن الآ والآن تستخدم قبل الأسماء المفردة اللي بتنعد، وما تستخدمها أنت إلا في هذه الحالة، يعني الجمع لا والصفة لا والغير معدود لا، بكل بساطة. فهمنا؟ مش سامع؟
فاهمين؟ طيب خلونا نتأكد إنكم فهمتوا عن طريق هذا المثال. يقول لك إما a or, or يعني باللغة الإنجليزية أو an يعني في الفراغات هذه. سنضع a ولا an. تعالوا نشوف أنتوا فهمتوا ولا ما فهمتوا، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا. This معناتها هذا. This is هذه تكون orange برتقالة. نريد أن نعرف في هذا الفراغ ماذا يجب علينا أن نضع a or an أو or أو يعني الـ a ولا الـ an. فكر، مش سامعك. صحيح، طالما أن الحرف الأول O من الحروف المتحركة على طول بنستخدم an. العملية بسيطة بس ما تفرحش. لحظة، they are، they معناتها هم، و are يكونوا، ونريد أن نعرف ماذا نضع a أو an قبل كلمة doctors. doctors خلاص معروف إنها doctors. البعض ماذا يقول؟ ها الـ a غلط. طيب الآن برضو غلط. طيب إيش هو؟ ولا تضع أي شيء. لماذا؟ ما إحنا تكلمنا إنه لابد أن يكون مفرد وهذا جمع. مش إحنا تكلمنا أن الـ a والـ an يستخدموا قبل الأسماء المفردة المعدودة، هذا هو شرطها. صحيح أن هذا اسم ولكنه جمع. طيب number three، it is. it كما تحدثنا أنه هو أو هي للجماد والحيوان، وإز يكون. وباد سيء عكس good. ماذا نضع هنا؟ a ولا an؟ فكر، عملية بسيطة جدا بسيطة. لا a ولا an لأنها صفة، وهو وضح هنا قال نحن لا نستخدم الا والان before قبل الصفات adjectives. واحد يقول يعني الباد هذه صفة؟ طبعا. سيء، جيد، قوي، رخيص، غالي، بعيد، قريب، هذه صفات. طيب والأسماء؟ الأسماء قلم، كتاب، كل ما موجود حولك في الدنيا هي أسماء. واضح؟ طيب it is ها a ولا an milk؟ milk حليب يعني. حليب اسم يا أستاذ مراد ولا صفة؟ طبيعي أنه اسم، يعني اسم مثله حليب طبيعي. فماذا تضع a ولا an؟ فكرت، قررت. ايضا لا a ولا an صحيح، الذي يقول ان الحليب غير معدود. الحليب، الماء، العصير، البيبسي، كل المشروبات هذه غير معدوده. جميل. طب يعني يا استاذ مراد يعني كل ما نشوف غير معدود مثلا حليب او ماء او عصير او صفه او جمع ما نضع لا ولا آن ولا شيء؟ ريح بالك، يعني تكون الجملة فقط هكذا they are doctors بدون آ ولا آن. بالضبط. it is bad بدون آ ولا مية مية. it is milk يا سلام عليك، لازم أنت تتعود عليها. طب آخر واحدة. البعض يكون قلقان، you are آ ولا آن؟ تفكر، مش حاب أطول المقطع أنا. طبعا هي يعني تبحث انت، هل هو اسم؟ تيتشر، تيتشر يعني مدرس. هل هو اسم ولا صفة ولا فعل؟ لا اسم طبعا، مدرس تيتشر. طب هذا اسم. هل هو مفرد؟ ايوه مفرد، تيتشر مدرس واحد، لا يوجد اسم مدرسون. طيب هل هو معدود ينعد؟ ايوه ينعد، مدرس اثنين، مدرسان، ثلاثة مدرسين. اذا خلاص الشروط انطبقت عليه، مفرد وينعد وهو ناون اسم. ثلاثة يعني شروط تركز عليها. خلاص إذا تركز، هل الحرف الأول ثم تأتي الخطوة اللي بعدها، هل الحرف الأول متحرك؟ لا. إذا تضع A. طب إذا كان متحرك تضع آن طبيعي. أتمنى أن يكون الشرح فهمتوا وصلت لكم المعلومة متى نستخدم الآ والآن قبل الأسماء التي نذكرها لأول مرة، ولا يعرف السامع عن ماذا أتحدث وأنا أذكرها لأول مرة. هذا كتاب، this is a book، هذه سيارة، this is a car، هذا رجل، هذا دكتور. تذكر الآ أو الآن، هذا أول مرة.
ثاني مرة عندما تريد أن تكمل حوارك تستخدم الذا التي تعني ال. ثم تحدثنا عن الآ أو الآن، إذا كان الحرف الأول من الحروف المتحركة تستخدم آن، إذا الحرف الأول ليس من الحروف المتحركة تستخدم آ. وحذرنا أنه لا تستخدمها إلا قبل اسم مفرد ويمكن أن تعده، يعني يمكن أن تعده معدود. أما غير المعدود والصفة والفعل والجمع هذه لا تضع قبلها لا آ ولا آن. يعني حتى الأفعال إذا أردت أن نضيف، مع أنه يعني طبيعي أن الفعل لا نستخدم قبله لا أو الآن، بس من باب أيضا نقفل الموضوع من جميع جوانبه. أتمنى أن يكون الشرح واضح واستفدت منه، وأنا أنصح أي مقطع ممكن تعيد مرة أخرى. أنا شرحت مثل هذا المقطع مسبقا، وهناك شرح قديم ممكن أضعه في الوصف للي أيضا يحب أن يسمع أكثر من شرح عشان يعمق الفهم. شكرا جزيلا، وإلى المقطع القادم. لا تنسى الاشتراك ولا تنسى تشير مع زميلك عشان يستفيد من هذه الأمور. شكرا. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. مرحبا بكم إلى درس في غاية الأهمية وحقيقة. Through my experience، من خبرتي، العديد من الناس يجهلون أهمية هذا الدرس أو لا يستخدمونها ولا يعرفونها، فلذلك أنت تحتاج في كثير من الأحيان تستخدم هذه الكلمات but you don't know، لا تعرف أن هذه الكلمة التي تحتاجها. كلمة اليوم أو درس اليوم هو عن there is أو ما يسمى there are. There is it means يعني يوجد هناك أو هنالك. البعض يقول أي يعني there، no 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 no، خذ الموضوع بطريقة أكثر أهمية. Believe me، صدقني، أنت تقول في كثير من الأحيان هناك رجل في السيارة، هناك مشاكل كثيرة في حياتنا، كان هناك رجل يدعى كذا، هناك الكثير من العوامل التي أدت، صح ولا لا؟ تحتاج أن تقول هنالك أو يوجد هناك، ولا تعرف أن هذه الكلمة كم، ما الفرق ما بين there is و there are و there was و there were. There is يوجد هناك مفرد، ومن الطبيعي of course you will put، أنت سوف تضع noun after is، يعني لا تضع لفعل there is go، مستحيل، أو تضع صفة there is good، لا كذا خطأ. تضع صفة مع اسم okay، there is a good man، هناك رجل جيد، there is a good teacher، هناك مدرس جيد، لا يوجد عندي إشكالية، تمام؟ أما أنك أنت تضع لي فقط صفة أو فعل wrong، فأنت always دائما ستضع اسم، هنا للمفرد وهنا للجمع. الماضي من there is يوجد هناك there was، كان يوجد هناك أو كان هناك، كان هناك رجل في عام 1990 اخترع واكتشف. There were للجمع، كان هناك رجال، كان هناك لاعبين كرة قدم، كان هناك طباخين، كما تريد. ركز معي هذا الموضوع، أنا عندما أقول لك it's important believe me it's very important. خلونا نأخذ أمثلة على الأربع الأشكال ونحاول أن نتقنها. طبعا أنا شرحت هذا الدرس مسبقا، وسأحاول أن أضع لك في أسفل الشاشة في الوصف، أو قد أدمجه في هذا الدرس، هشوف إذا الدرس أخذ وقت قصير ممكن أدمجه معه. طيب there is يوجد هناك، مثال على ذلك there is a man in the car، هناك رجل في السيارة، مفرد there is a man، رجل واحد. أو there is a book on the table، هناك كتاب على الطاولة. إذا أردت أن تحول هذه الجملة إلى سؤال، فمن الطبيعي أنك تقول is there a man in the car، هل هناك رجل في السيارة؟ Is there a book on the table؟ هل هناك كتاب على الطاولة؟ وعلى هذا الحال تستطيع أن تغير الرجل والكتاب. طيب الجمع منها there are men in the car، هناك رجال في السيارة. تعرفوا أن المان الجمع منها مين، لا تأخذ إس، وهذه من الشواذ الجمع. طيب there are books on the table، هناك كتب على الطاولة. إذا أردنا أن نحولها إلى سؤال وتقول هل يوجد هناك رجال في السيارة، فستقول are there men، are there men، عفوا بدون إس، are there men in the car، والنفي منها there are not men in the car. طيب وهل يوجد كتب على الطاولة،
Are there books on the table? Are there books on the table? هل يوجد هناك كتب على الطاولة؟ طبعا النيجاتيف النفي من الطبيعي انك ستضيف بعد الـ is not or after are not after was not after were not. كلمة not فقط كفيلة أن تنفي الجملة. يعني there is a man in the car. There is not a man in the car. There are books on the table. There are not books on the table. لا يوجد كتب على الطاولة. وكذلك نفس الطريقة في الجمع. There are men in the car. هناك رجال في السيارة. There aren't men in the car. There are books on the table. There aren't books on the table. Well, was يعني عندما تريد أن تقول كان هناك رجل في السيارة. احنا بنحاول نستخدم نفس المثال عشان أوضح لك الفرق انه يوجد هناك رجل، يوجد هناك رجال. كان هناك رجل، يوجد كان يوجد هناك رجال. انا أوضح لك عشان تعرف بعد كده تغير الجملة انت براحتك. ممكن تغيرها بدل يوجد كتب توجد تفاحات، توجد مشاكل في حياتنا، توجد مثلا نساء في هذه الغرفة، كان هناك نساء، هناك امرأة. يعني كيف تبدلها الأمر بعد كذا هيعود لك. There was a man in the car. كان هناك رجل في السيارة. السؤال منها Was there a man in the car؟ هل كان هناك رجل في السيارة؟ والنفي منها There was not a man in the car. لم يكن يوجد هناك. لم يكن يوجد. هنا لا يوجد. هنا لم يكن يوجد في الماضي. This is in the past. There was not a man in the car. لم يكن يوجد رجل في السيارة. There were سنستخدمها مع الجمع بس في الماضي. ماضي are. There are يوجد. هناك الآن. There were كان يوجد هناك. There were men in the car. كان يوجد هناك رجال في السيارة. والسؤال منها إذا أردت أن تسأل هل كان هناك رجال في السيارة؟ Were there men in the car؟ هل كان هناك رجال في السيارة؟ والنفي منها طبعا There were not men in the car. لم يكن هناك رجال في السيارة. صدقني هذه الجمل التي شرحتها الآن في غاية الأهمية. But many people don't notice. العديد من الناس لا يلاحظون هذه الأهمية. فأنت تحتاج كثير من الأحيان you need to say تريد أن تقول والله هناك مشكلة في العمل. كيف تقول هذه الجملة؟ There is a problem at work. تريد أن تقول جملة فتقول مثلا أو تسأل سؤال تريد أن تقول له هل كان الطلاب في الفصل يا عبد الرحمن؟ هل كان الطلاب في الفصل؟ ها اختل لي أحد المربعات. لو أنت فعلا تجد الموضوع سهل أجبني. هل كان هناك طلاب؟ Were there students in the class؟ شوف خذ بالك الموضوع كثير ما تبدأ جمل كثير وقطع reading وكثير من الخطابات وكثير من بتشوفهم بيبدأوا there is أو there are there was. دائما يعني مشهور هذه there is there are there were. فلا تنساها. يعني لا تنسى هذا الموضوع ولا تأخذه بشكل سريع. لا أنا عندما أقول لك it's important مهم ف it's necessary ضروري إنك تركز عليه وتتقنه. طيب يا أستاذ مراد كيف أمكن أتقنه أنا؟ كيف أعمل؟ اعمل جملة وسؤال ونفي، جملة وسؤال ونفي واحدة بس. والله if you make لو عملت 5 5 5 5 مع الجملة وسؤال ونفي حتى أنت you practice تطبقها وتمارسها it's better أفضل لك. أيضا لا تنسى don't forget إنك أنت to use them أن تستخدمهم when you speak في حواراتك. كثير من الناس بيدرسوا هذا الدرس but when they مع بعضهم البعض what happens man. فيريد أن يقول والله كان هناك يعني كان هناك سيارة أمام بيتي وقطعت علي الطريق. فلا يقول كيف أقول كان هناك كان هناك سيارة. There was a car. There was a car. There was a car in front of my house. أمام بيتي. There was a car in front of my house. كان هناك سيارة في بيت. أو كان هناك سيارات. There were cars in front of my house. تريد أن تسأل أحدهم سؤال فتريد أن تقول له هل كانت هناك يعني هل كان هناك انفجار؟ هل كان هناك انفجار في مدينة فلان فلاني أمس؟ سمعت هذا was there explosion. You know an explosion. Explosion an explosion انفجار in وتذكر اسم المدينة. مش حابنا أوتركم أكثر. أتمنى أن تكون الصورة وضحت. وأنا كما أخبرتكم أنا شرحت هذا الدرس مسبقا قد أدمجه وقد أضعه في الوصف. أين هو الوصف مراد؟ أسفل الفيديو أسفل الشاشة على طول ستجد رابط الدرس. ادخل وعمق الفهم أكثر حتى تستوعب أكثر. لو أنت جديد if you are new in my channel اضغط على زر الاشتراك فعل الجرس حتى يصلك كل جديد. وكذلك
إذا كنت تريد أن تشاهد الدروس السابقة اضغط تحت أسفل الشاشة تعلم الإنجليزي مع مراد، ستظهر لك الفيديوهات وقوائم التشغيل. ادخل إلى قوائم التشغيل وابدأ من المستوى الذي يتناسب معك، تجد المستوى الأول والثاني مجموعة دروس ملمومة في مكان واحد. Thank you very much for your listening. شكرا جزيلا لاستماعكم. Good luck. حظا موفقا. And see you soon. أراكم قريبا. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد وموضوع حقيقة يهم كثير من الطلاب، وهو كيف يمكنك أن تحترف كتابة اللغة الإنجليزية وتكتب بشكل جيد بالنسبة للطلاب من المرحلة المبتدئة أو حتى من المرحلة المتوسطة. الموضوع ببساطة، كل ما تحتاجه أنك كطالب مبتدئ في اللغة الإنجليزية أن تتقن وتحفظ وتتدرب على ضمائر الفاعل اللي في اللغة الإنجليزية. أحدهم يقول ما هي ضمائر الفاعل يا أستاذ مراد اللي في اللغة الإنجليزية؟ ضمائر الفاعل هي معروفة، الآي أنا والهي هو والشي هي أو إت هو أو هي غير العاقل، واليو أنت أو أنتم، والذي هم، والوي نحن. هؤلاء الكلمات هي تقريبا أهم كلمات في اللغة الإنجليزية، البعض درسها ولكن بشكل مستعجل فيه، لم يركز على المعاني الدقيقة. يعني من الملاحظ أن البعض يفهم الآي ما فيش مشكلة فيها أنا، ولكن الهي أو الشي البعض قد يتخربط أو لا يفرق بينهم. وكذلك الإت، لا يعرف كثير من الناس أن الإت معناته هو أو هي، يعني الإت نفسها تعني هو أو هي، ولكن تستخدم لغير العاقل. ضف على ذلك أن البعض لا يعرف أن اليو هي معناتها أنتم أو أنت أو أنتن، يعني اليو قد تستخدم للمفرد وقد تستخدم للجمع. الشرط الأساسي لليو هو لتوجيه الكلام لكل من كان أمامه، فقد تقول لأحدهم يو فتشير بإصبعك له هو، فيكون الكلام موجه لهذا الشخص. وقد تكون يو يعني أنتم جميعا، قد يكون أنتما يعني اثنان، يعني اليو أنت، أنتما، أنتم، أنتن، كل هذه تعني اليو، الكلام موجه للذي أمامك. قد تكون مؤنث مذكر لا يهم. الذي، البعض أيضا لا يعرف أن الذي يستخدم للعاقل ولغير العاقل، يعني البعض يعتقد أن الذي فقط تستخدم للعاقل، يعني they are doctors هم دكاترة، لكن نستطيع أن نقول they are books هؤلاء كتب أو هم كتب، they are teachers هؤلاء مدرسين، مدرسين عاقل والكتب غير عاقل. فيمكنك أن تستخدم they للعاقل وغير العاقل. والبعض لا يعرف أيضا بشكل دقيق أن الوي هي كلمة تستخدم عبارة عن يعني كلام أحدهم يتكلم بالنيابة عن الآخرين وعن نفسه، يعني أنا الآن أريد أن أخبركم أنني لست جائعا فأقول I am not hungry، ولكن إذا أردت أن أقول لك أنا ومن معي، حتى لو كان شخص واحد أنا وشخص معي، نقول we are not hungry، we are not، أنا ومن معي واحد واثنين أو ثلاثة، أنا بتكلم بالنيابة عنه فأستخدم we. إذا أنا عملت مراجعة سريعة حتى تتضح بعض النقاط التي يعني يحتاجها بالذات الطلاب المبتدئين. طيب بعد ما أنت تتقن استخدام هذه أو تعرف هذا الفاعل، لابد أن تعرف أن الآي قد تأتي معه آم، والهي والشي والإت دائما يأتي معه إز، واليو والذي والوي يأتي معها آر. أنا بعمل مراجعة سريعة قبل ما أدخل على الدرس، نوع من التجهيز للطالب حتى يفهم الدرس بشكل أسرع. الـ I am يعني بتستخدم دائما I am، he is، she is، it is، لا تستطيع أن تقول I is ولا تستطيع أن تقول she am، يعني خلص هذه قاعدة المفروض أنك تتبعها. You are، لا يوجد you is، وعلى هذا الحال. ولكن من الملاحظ هنا نقطة جدا مهمة، أنك لست بالضرورة أو ليس عليك بالضرورة أن تقول دائما تأتي بعدها am، يعني ممكن الجملة تا
تكون I بدون am مثل I go, I like ليس بالضرورة أن تضع الام. قد تقول أيضا he goes, he likes ليس بالضرورة أن تضع is. You like, you study ليس بالضرورة أن تضع الار. وقد يسأل أحدهم أو يسأل سائل طيب أنا متى أستخدمها ومتى لا أستخدمها. أنت بتستخدم الام والإز والار إذا أردت أن تضع في الجملة اسم أو صفة. أحدهم يقول ما فهمت الاسم أو الصفة. الاسم يعني مثل دكتور، تيتشر، بايلوت، طيار، مان، وومن، هذه أسماء. أو حتى أسماء علي، عبد الله، فتستطيع أن تقول I am عبد الله، I am علي، I am a doctor، I am a teacher. أو تضع صفة مثل I am happy أنا سعيد، I am tall أنا طويل، I am short أنا قصير. وعلى هذا الحال فقط في الحالتين هذه يا أستاذ مراد أضع الاسم والصفة فقط؟ لا، ممكن أيضا إذا أردت أن تضع للفعل ING، يعني ممكن تضع فعل ولكن تضيف للفعل هذا ING. يعني الآن والإز والآر كما أخبرت يأتي بعدهم إما ناون اسم أو صفة adjective. ولو أضفت الفعل، لو وضعت فعل لا بد أن تضيف للفعل هذا ING. هذه المقدمة كلها قبل ما أن أبدأ هذا الموضوع الذي يعني سيؤثر كثير جدا عليك، أو حتى للشخص الذي سترسل له هذا المقطع سيستفيد جدا جدا منه ويشكرك إن شاء الله ويشكرني ويدعو لي ويدعو لك. طيب أنت الآن المطلوب منك بعد ما فهمنا هذا الموضوع كله، هذا الفاعل ومع إيش بيجي مع الآم والإز والآر، متى تستخدم الآم والإز والآر، متى يعني لا تستخدمها. ننتقل الآن إلى الجمل. ركز معي، أنا كتبت مجموعة جمل، يعني جملة ثم جملة 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 يعني مقابلة لها. الآن المطلوب منك أنك تعمل جمل مثل ما أنا عملت، وثم سنحول هذه الجمل إلى الماضي، وسنحول نفس الجملة هذه إلى سؤال، وسنحول هذه الجملة إلى نفي. يعني أنت الآن مطلوب منك أن تتقن الكتابة، صح؟ مش هو هذا هدفنا في الدرس اليوم؟ ممتاز. عشان تتقن الكتابة أول خطوة رقم واحد هي أن تتقن الفاعل. أحدهم يقول لا خلاص أنا مية مية الفاعل هذا فهم مية مية، والملاحظات اللي أنت ذكرتها أنا فهمتها واستوعبتها وعرفت متى أستخدم الآم والإز والآر بعد اسم أو صفة أو فعل مع آي إن جي. غير هذه الأشياء خلاص أنا مش هضيف الأشياء هذه. يعني إذا لم تضيف الآم والإز والآر خلاص سيأتي الفعل الطبيعي بدون آي إن جي وسنلاحظ هنا. هذه النقطة الأولى أتقنها. النقطة الثانية، هل تعرف يعني كيف تكون جمل من الآم والإز؟ نعم. هل تعرف أن تحول هذه الجمل إلى الماضي؟ تعالوا نشوف مع بعض. أنا كونت جملة هنا I am rich أنا غني، I am happy أنا سعيد، He is sad هو حزين، He is sick هو مريض، She is hungry هي جائعة، She will هي سوف eat تأكل apples تفاح، They drink tea هم يشربون الشاي، They are not in a good mood هم are not ليسوا in a good mood ليسوا في مزاج جيد. جمل أخرى، you can أنت تستطيع أنك تسويم تسبح، you can't cook أنت لا تستطيع أن تطبخ، the dog the معناتها ال the dog الكلب is angry الكلب غاضب، it is it يعني تعود بدل الكلب، يعني بدل ما نقول the dog نقول it. It is in the park إنه في الحديقة. We نحن have food نحن لدينا طعام. Food طعام و have نمتلك أو لدينا. We can't eat نحن لا نستطيع أن نأكل. Can't اختصار ل cannot. طيب انتوا لاحظتوا ان انا استخدمت الوي والات واليو والداي والهي والشي، وكذلك نفس الكلام داي يو. تطبيق وتدريب كما اخبرتك على الفاعل. الان خلونا ننتقل الى الخطوه الثانيه بعد ما قرانا الجمل وترجمناها وبعد ما تاكدنا من الفاعل. الان المطلوب منك ان تحول هذه الجمل جميعها الى الماضي.
هل تعرف؟ أنا أنزلت درس سابق لهذا الموضوع، ولكن معلش، أنت إذا أردت أن تحول I am rich، أنا غني، إلى ماضي، ستقوم بتحويل الآن إلى ماذا؟ إلى was. أحدهم قد يسأل من أين أتيت بالواز؟ المفروض أنك تعرف أن الآن والإز ماضيهم واز، والآر ماضي وير، والهاف والهاز ماضيهم هاد، والكان ماضي ماذا؟ كد. معلش على الخط الصغير، السبورة لم تكفي لي يعني كتابة بشكل أكبر من ذلك، تمام؟ طيب I am رجعت I was. I am ها كيف أنا I am happy ستحولها إلى ماضي I was. He is sad ستحول ال is إلى was. إذا أحدهم يسأل من أين أحضرتها؟ ال is ماضيها was. أيضا he is he was. فقط تغير الفعل. She is she was. She will ماضيها she would، كانت سوف تأكل التفاح. They drink هذه من الأفعال التي نجد فيها أفعال مساعدة مثل الـ is، فهذا الماضي من drink هو drunk، ستحول فقط الـ I إلى A. They drank tea. They are not in a good mood. They were. يعني يا أستاذ مراد، أنا أنظر إلى الجملة، إذا فيها أفعال مساعدة أنظر ما هو الماضي من الفعل المساعد وأضعه. نعم، إذا في الجملة لا يوجد فعل مساعد وهناك فعل أساسي، يعني سأحول الفعل إلى الماضي، نعم، إما يكون بفعل بإضافة إيدي أو فعل طبيعي اللي هو فعل شاذ عفواً، drink, drunk, eat, ate، وعلى هذا الحال، وهي تحفظ، وأنا تحدثت عن الأفعال التصريفات الأفعال. طيب، خلونا نكتفي إلى هذا الحد، أو دعونا نكتفي لهذا الحد، نحن حولنا الجمل إلى الماضي. طيب الجمل التي بالأسفل نريد أن نحولها إلى، يعني أنت تستطيع أن نحولها إلى ماضي، كان إلى could، وكانت أو الماضي couldn't. هنا the dog is was، is was. We have ماضي have had، ماضي have had. Can't couldn't. ولكن لا أريد أن يعني أنا قسمت السبورة إلى قسمين حتى نستخدم هنا كيف نحول هذه الجمل إلى سؤال. يعني أنت تريد أن تحول you can، المفروض أنك تحولها إلى can you. You can't الجملة المنفية لا تتحول إلى سؤال طبعاً، يعني لا تستطيع أن تحولها إلى سؤال. فإذا أي جملة منفية لا تتم تحويلها إلى سؤال. The dog is فتصبح السؤال is the dog. طيب we have we، يعني ستعكس فقط have we. طيب الآن عشان بس أرتب الأفكار عشان الطالب لا يتوه، الهدف من درس اليوم هو أن أعلمك كيف تحترف الكتابة من البداية حتى تتحسن في كتابتك باللغة الإنجليزية وتكتب بشكل رائع. الخطوة الأولى تحدثت أننا نحتاج أن نتقن الفاعل، وتحدثت أيضا أنك لابد أن تعرف كيف تحول جملك التي كتبتها إلى الماضي، وتحدثت على النقطة هذه. النقطة الثالثة لابد أن تعرف كيف تحول الجملة من جملة إلى سؤال، والموضوع معروف أنك تعكس سواء هنا أو هنا، يعني إذا كانت الجملة was I، am I، was I، هذا نقول am I أسأل نفسي، نعم ممكن تسأل نفسك، he is he، she will she is she they، وعلى هذا الحال. طيب إذا الفاعل، وكيف تحول الجملة إلى سؤال، وكيف تحولها إلى ماضي، وكيف تنفيها. جميعنا نعرف أن النفي أنك تضع بعد الآم أو الإز أو الآر أو الهاب أو الهاز تضع كلمة نوت، فقط كلمة نوت فتصبح الجملة منفية. كلمة نوت إذا وضعتها بعد الآم تصبح منفية نوت، وأنا تحدثت عن هذه الدروس بشكل يعني متكرر. طيب بعد ما عرفنا هذه المعلومات وأتقنتها أنت، أنا بسلط لك الموضوع بساعدك ببعض الأمثلة، بعد ما تعرف هذه النقاط اللي تحدثنا عليها، الفاعل، كيف تحول الجملة إلى ماضي، كيف تحول الجملة إلى سؤال، كيف تنفي الجملة أي تحولها إلى نفي. يبقى معك النقطة الخامسة حتى تصبح الكتابة عندك جيدة، وهو أن تربط الجمل. ف
فإذا أنت قلت I am rich أنا غني ولكنني لست سعيد فستضيف فقط كلمة but. But تعني ماذا؟ ولكن. إذا شوف الآن ارتبطت الجملة I am rich but I am happy، يعني أنا غني ولكنني المفروض تكون مثلا منفية إذا نفينا الجملة I am not أنا لست سعيد. He is sad هو حزين. But أو تستطيع أن تضيف I am rich because لأنني because I am happy أنا غني لأنني سعيد أو لكنني أنا لست سعيد. He is sad هو حزين ولكنه مريض أو لأنه مريض، يعني ممكن He is sad because هو حزين لأنه مريض because he is sick. يعني ممكن تربط الجملة، ما هي أدوات الربط في الجملة؟ عندنا but because، عندنا كلمة so، يعني مثلا she is hungry so لذلك she will eat apples، يعني لذلك سوف تأكل. They drink tea هم يشربون الشاي when عندما الوين معناتها عندما نعم في السؤال معناتها متى في أول السؤال لكن توصل الجملة تعني عندما عندما هم they are not in a good mood هم يشربون الشاي عندما هم لا يكونون في مزاج جيد. أيضا you can swim but ولكن you can't cook لا تستطيع أن تطبخ. The dog is angry الكلب غضبان تمام لأنه في البارك في الحديقة أو ممكن تقول but it is in the park أو تقول when عندما يكون هو في الحديقة، يعني ممكن الجملة تربط the dog is angry الكلب غضبان عندما يكون في الحديقة when it is in the park. يعني أنا بوريك كيف تربط الجمل. We have food but ولكن we can't eat لا نستطيع نأكل. خلاصة الدرس عشان ما أتوهها، إذا أردت أن تتقن الكتابة وتحترفها سواء كنت من الطلاب المبتدئين أو عندك بعض المعلومات عليك أن تتبع الخمس الخطوات التي ذكرتها. اتقن الفاعل، اتقن استخداماته متى تستخدم مع am is are متى لا تستخدمها. اثنين بعد ما تكون الجملة حول جملتك إلى الماضي، اتقن تحويل الجملة إلى الماضي وذكرت أنا كيف نحول الجملة إلى الماضي. ثلاثة حول جملتك إلى سؤال. أربعة حول جملتك إلى نفي فقط في إضافة not بعد الأفعال المساعدة. خمسة اربط الجمل وتعود أن تستخدم but because so when، وعلى هذا الحال ستجد أن الكتابة عندك يعني تحسنت بشكل ملحوظ. إذا إنك تحسن الكتابة وتتقنها وتحترفها تحتاج أن تمارس هذه العملية أكثر من مرة، وبالطبع يعني قد يكون لديك أخطاء ويفضل أن يعني تعرضها على مدرس أو على شخص يعني عنده إلمام أو ممتاز في هذا الموضوع حتى يساعدك في تخطي أخطائك في اللغة الإنجليزية. أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد للجميع. Thank you very much for your listening. لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا اللايك، وإذا عجبكم الدرس مثل هذا وحابين ننزل عليه تمارين أكثر أنا أيضا سأتابع التعليقات وإن شاء الله يعني أنزل لكم دروس حسب طلبكم. ارسل المقطع لزميلك بالذات طلاب المدارس في أمس الحي مثل هذه المواضيع لأنهم دائما بيطلبوا منهم تعابير، يكتب عن الموضوع الفلاني، يكتب الطالب لا يعرف كيف يكتب. وحقيقة أن حتى الكتابة بالنسبة لك الذي لا يهتم بالكتابة ولا لا يهتم الكتابة تعزز بشكل كبير جدا المحادثة عندك وتجعلك تتحدث بشكل رائع. Thank you very much. See you soon. Good luck.